التعليم يكون يعني كيفاش حالات تعذيب الجسدية واللي حقيقة أشياء مؤلمة. أنا حاولت ندخل يعني حتى في جوجل وما وجدناش يعني هاد الصور المؤلمة اللي هي صور مغربية. كانت هذه حقيقة بعض الصور المؤلمة واللي تتعكس يعني واقع مشكلة العنف بالنسبة للمجتمع المغربي والمجتمع العربي بصفة عامة. فما حصلناش نقولوا على أن يعني ما يوجد في الغرب لا يوجد عندنا، بالعكس تنعرفوا على أن مشكلة العنف مثلا حاليا تشكل في الدول الغربية ما بين 10 أو 15 إلى 30% من النساء يعني تلتقوا العنف الحياتي، على أن في فرنسا كل يومين تتموت مرأة بالعنف، وعلى أن في الولايات المتحدة الأمريكية كل يوم تتوفى 3 نساء في اليوم، وعلى أن في الولايات المتحدة الأمريكية كل يوم تغتصب 600 امرأة، وعلى أن في السنة 5 ملايين من العنف ضد النساء والأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأرقام هي إذن أرقام خيالية، ولكن هي في فعل في نفس الوقت أرقام واقعية، وعلى أن هذه الأرقام هذه تفوت كل ما هو يعني في الطب النفسي من حالات نفسية. معروف على أن مثلا حالات الفصام لا تشكل إلا نسبة 1%، ولكن مشكلة العنف ضد النساء كما قلنا ممكن يعني تفوت يعني 15% في كل المجتمعات بما في ذلك المجتمع يعني المغربي. ثم على أن هناك للأسف الشديد أن هناك بعض الخاصيات يعني تخص المجتمع المغربي. تنعرفوا على أن الصور اللي عطيتكم قبيلة واللي التقطتها يعني كنت سجلتها لي 20 سنة في فرنسا. طبعا المجتمع تغير ولكن مازال كما قلنا هذه مشاكل العنف دائمة، لكن احنا نتمنوا اليوم يعني بهذه المناسبة هذه أن ما رأيناه يعني هذه النساء اللي كانوا تتحدثوا بكل صراحة على العنف أنتم كذلك تتكلمون على العنف بكل صراحة. فالخروج عن الصمت هو من أهم الوسائل يعني حقيقة الوقائية ومن أهم الوسائل العلاجية. نفس المشكل بالنسبة يعني الاغتصاب، يعني طوال سنوات كنا دائما نقول على أن الاغتصاب ما عندناش حنا في الدول العربية، ما عندناش في الدول الإسلامية، ولكن الحقائق تكشف واقع آخر. فالعنف نفس الشيء كما هو نفس المشكل بالنسبة للاغتصاب.
ولذلك كما قلت نتمنى يعني حاليا جميع الوسائل الإعلامية والمرئية والكتابية أن تتكلم يعني على العنف، لأن هذه الظاهرة اللي ما حصناش نسكتوا عليها وما حصناش نعيشوا عليها، لأن للأسف الشديد وأن المرأة المغربية تعيش يعني في هذا العنف مدة سنوات. إحنا كأطباء نفسيين طبعا نستغرب كيفاش على أن المرأة مثلا تعيش 20 سنة وهي معنفة، 30 سنة، عندي حالة 40 سنة وهي تعيش يعني في العنف. فالعنف يأخذ أشكال كثيرة جدا، ولكن طبعا هناك بعض المفاهيم النفسية التي تفسر لنا علاش ذاك المرأة تتقبل يعني هذه القضية أنها تعيش في العنف